التكرار مع رقم 5. أخونا سليم تفضل. سورة البقرة، آل عمران. ليس عليك هداهم في البقرة. أي أي ديما تحضروا حزب انتوما واحنا والوقت. أي خاصة جماعة البقرة ديما الحزب يكون حاضر. تفضل. أي ليس عليك هداهم ولكن تفضل الله يهدي من يشاء. أي نعم. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. نعم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نعم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبون بارك الله فيك، الله ينفع بك، أحسن الله إليكم. طيب رقم 19 الشيخ عبد الشيخ عبد الحميد تفضل. أي مرحبا. وإن كان ذو عسرة بلغة إلى ميسورة أي وأن يتقدم خير لكم إن كنتم تعلمون أي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم
جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. سنتم 34 سي محمد، لا لحظة رقم 4 سي محمد زهمول، تفضل. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وبعدين وليتق الله ربه ويكتم الشهادة تفضل. قلبه ومن يكتمها فإنه لازم قلبه والله بما تعملون خبير عليم والله بما تعملون عليم ليس عليك هدى لا يا شيخ الله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء يحاسبكم به الله فيغفر كمل مع بعض بارك الله فيك. حسن الله يثبتكم ان شاء الله. نرجو 34 سي محمد كدور تفضل. هاي قل بسم الله اثبات البسمله قالوا يثبت البسمله بين السورتين بسم الله ألف زيد مد لام ألف لام هاي الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل
من قبل هدى للناس وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد لهم عذاب والله عزيز انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي بينها هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أمه الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد جزاكم الله كل خير بارك الله فيكم أخونا وليد رقم 8 تفضل الصفحة اللي بعدها إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد وعاد والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد كافي بارك الله فيك أحسنتم رقم 11 سي زيادة مر تفضل نعم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ثغر سيد مش فاغر سيد ثغر فخموها الغيب ربنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم نعم ومن كفر بآيات الله ومن
سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم. جيب التسهيل. أسلمتم. صحيح. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الميم عند الباء بين الإخفاء مع الغنة. فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا وما لهم من ناصرين. جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. رقم 15 سي صفوان، تفضل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. نعم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتخرج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء جزاكم الله كل خير، بارك الله فيكم. رقم 10 سي معز، تفضل. يلا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا
نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بارك الله فيك شكرا. خن علي بن نجمة تفضل. رقم 9 تفضل. أهل موسى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا ونبيئا من الصالحين. قال رب أنى يكون وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديك أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فتح الله عليك وبارك الله فيك. أحسنتم. سي محمد العذيبي تفضل. رقم 2 الله يوفقك إن شاء الله. يا مرحبا. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها
وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. نعم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. نعم. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون. إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. بارك الله فيكم، شكرا، أحسنتم. ننتقل إلى سورة طه. سي محمد السقراطي 35، تفضل. زلعنا نصف الحزب نكملوا، هاي تفضل فيسا سريعا تعالى. هاي تفضل عادي سي تمشي وقت وبعد يبداو حاضرين سي الياس وسي رابح وسي رضوان بداو حاضرين. قوله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه مش طه 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 ايوه. ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى. مش لمن يخشى، لمن يخشى. الا تذكره لمن يخشى تنزيلا اخفي تنزيلا ممن خلق السماء الأرض أقبل تنزيلا عاود تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى مش الصرى مش الصرى الثرى يلا وإن تجهر تجهر قلق الجيم لا عاود وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر يعلم مش يعلم السر يعلم السر فإنه يعلم السر وما أخفى مش وما أخفى وأخفى مفيش وما وإنه يعلم السر وإن تجهر أي ركز وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا إلا هو الله لا إله إلا هو أتكل هي شو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو صحيح الأسماء الحسنى أيوة بعدي وهل أتاك وهل أتاك حديث موسى إذ رأى إذ رأى مش نار إذ رأى نارا فقال مش نار ما فيش نار إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست مد الهمزة مش نار عاد نا نا بقبس مش بقبس با بقبس بابا
في ايش مد الهمزة؟ فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن بين معلش أن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك بارك الله فيك أحسن قاعدين نتحسن ما شاء الله عليك المداومة بحول الله نتحسن أكثر من هكذا ما شاء الله عليك هاي خونا لي استفضل هاي تفضل هاي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ولي قالون حفص يقول ولي قالون ولي فيها ولي فيها مآرب أخرى هي. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى واضمم أو قل واضمم واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى أي. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أم يخشى كيف بارك الله فيك شكرا أخونا رابح 29 تفضل أحسنت أي مرحبا بك أي. قال ربنا إننا نخاف أن يسقط علينا أو أن يطغى
فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية والسلام قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. نعم الله فيك. حسنتم خونا رضوان تفضل. 32 عليكم السلام تفضل. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. نعم قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما نعم. ويذهبا بطريقتكم المثلى نعم. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنت كيفاش قالون قال قال آمنت قال آمنت قال آمنت آمنتم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فتح الله لك بارك الله فيك. أحسنتم. رقم 17 مازال ما قراش. خونا لسعد الرزقي تفضل. زال عنا في مناي تفضل.
الجميع قد قرأ والحمد لله. ايوه تفضل. فقضي ما أنت قاض. إنما تقضي قرب شوي ميكرو. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. من السحر. أي والله خير وأبقى. نعم. إنه من يأتي ربه مجرما مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. نعم. ومن يأته مؤمنا اختلس. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. أي جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء. سكروا كنت سكروا خير خونا عبد الرزاق، سكروا هاك البيت كان عندك المفتاح. نعم قول. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. نعم. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم بما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كيف هذاك راس النص. بارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم وتقبل الله منا ومنكم. ما شاء الله تكرار اليوم عجبني بالباهي. ما شاء الله جماعة اللي كانوا اليوم جاهزين عطيهم الصحة. ها ديما نحضروا بالحزب خاصة جماعة الربع الأولاني، وانتم زاد حاولوا تكملوا زاد حزب إن شاء الله. فهمت ما نقعدوش ديما نص حزب وكاول. ما شاء الله في مجهود، ثم مجموعة قاعدة تقدم للباهي للباهي. ربي يثيبكم إن شاء الله، ربي يبارك فيكم، جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أي سيدي تفضلوا.